حمدين قال لك على موضوع التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، وبرضه سيادة المشير قال انه هيعالج مسألة المعاشات اللي هي 300 جنيه وغير الحاجات دي. لكن هو انت عندك 3-4 حاجات مهمة للمرأة. فضل. الصحة، تعليم الأطفال، الرزق اللي هو المعاش أو اللي الدخل اللي بيجيلها، وحياتها كامرأة. كل ده ناقص في مصر. يعني الغالبية العظمى أو نص المجتمع، المرأة نص المجتمع تعاني من كل هذه العناصر. دي عايزة بقى برنامج قوي مقدام بيعالج المشاكل بتاعة المجتمع ويخش عليه الرئيس، يعني زي ما تقول دخل جول. ما ينفعش الهزار في الموضوع ده. كفانا بقى كلام على المشروعات الكبرى والعملاقة والصرف هنا لا، وحدوا بقى فلوسكو ودخلوها عشان المجتمع يقوم على رجليه. ده اللي احنا عايزينه من الرئيس الجديد. وانت حاسة ان سعادة المشير يلبي هذا الغلط أكثر من يقترب حمدين. من هذا الهدف أكثر من حمدين؟ لا، ما قلتش أكثر من حمدين. حمدين اتكلم برضو وأنا أعيب عليه بس كلمة واحدة لما قال ستيريوتايب، لأن ستيريوتايب هي الترجمة الحرفية لها نمط. وبالتالي أنت لو أنت نازل رئيس جمهورية مصر ما تتكلمش بلغة أجنبية. أوكي؟ لكن اللي قاله كلام كويس، وأنا بصراحة أنا بشوف أن حمدين يعني برافو عليه من ناحية أنه استمر وبيكافح ومناضل وهو صحفي زينا. فطبعا إحنا بنحس أن هو عمل حاجة جديدة، يعني يكسب بقى ما يكسبش دي إرادة المصريين. يكفي له شرف أنه استمر يعني. طيب. الحقيقة زي ما بنطالب من سيحكم مصر أن يشارك هموم المرأة، لا يشاركها بالكلام الحلو المعسول ولكن يشاركها بالفعل، لا يشاركها بالوعود لكن يشاركها بإظهار خريطة حقيقية لإنقاذ هذه المرأة بكل شرائحها، اللي عاوزة التمثيل النيابي، المرأة كموظفة، المرأة كحق في الشارع. كيف يمكن أن يصان هذا الحق في أنها لا تتعرض إلى تحرش أو انتهاك؟ المرأة في التشريع، المرأة في كل شيء، ما يكونش بس كلام حلو وخلاص، مش هنقضيها كلام حلو.